أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج القوس الثلاث 31 أغسطس آب 2021. عندما يكون لديك الكثير من العمل الذي يتعين عليك القيام به، فقد تضطر إلى إيقاف تشغيل الهاتف وإخبار أصدقائك بأنك ستتواصل معهم لاحقا. إنها حقيقة قاسية لكن عليك التركيز. يمكن أن يؤدي الاضطراب الديناميكي من صديق جيد إلى إنزالك في حفرة أرنب عاطفية. ليس لديك وقت لها اليوم. تأمين جميع الجبهات واحفظ وقتك بأمان. ستكون حرا وواضحا لاحقا بمجرد الانتهاء من عملك. تخلق الطاقة المنبعثة من الكواكب مزاجا من الانسجام بالنسبة لك. ما تحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى هو الهدوء والصبر. عليك أن تتوقع فترة من الازدهار ستذكر من خلال حل العديد من المشكلات. لا تتحدث مع الغرباء فلن تحقق النجاح المتوقع بمساعدتهم، خاصة إذا كانت المحادثات مرتبطة بشراكة. قد تتطور حياتك بشكل مختلف عن أفكارك وخططك لتلك الفترة. قد تدرك أن شيئا ما يجب أن يتغير في حياتك هذه الفترة بالذات. ليست مناسبة للإنفاق. تشجعك التأثرات النجمية على التفكير في طرق جديدة لحل مشاكلك. اللحظة ليست مناسبة للرحلات. يسهل التغلب على جميع الصعوبات إذا كنت لا تقلق كثيرا. عاطفيا، لا يجب التقليل من سوء الفهم وخيبات الأمل في الحب خلال هذه الفترة. لا تنخدع في علاقتك مع الشركاء من أي نوع، بما في ذلك الأزواج والأحباء. حاول فهم الظروف الموضوعية ولا ترفض التفكير في الاقتراحات الحديثة دون إجابة بسبب اعتمادك الكامل على العاطفة. التعامل مع المشاكل العائلية القديمة التي لا تخضع لتأجيل جديد. من الجيد أن تتوقف من وقت لآخر وتفكر فيما يحدث. تأتي الأخبار التي ستغيرك من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. ستستفيد بالتأكيد من وضع الخطط المستقبل، ومع طاقة الكواكب الحالية كلما كانت أكثر تفصيلا كان ذلك أفضل. سوف يطلب منك السفر وستكون هناك صعوبات تتطلب التحقيق الإلزامي في سلوكك حتى الآن. مهنيا، لا تظهر طموحا ولا تجري أي تغيرات في حياتك المهنية. ستجلب لك قدرتك على توزيع وقتك بشكل صحيح فائدة كبيرة وتقديرا. أنت تفقد الصبر بسرعة خلال هذه الفترة. تضعك المحاذاة النجمية في حالة مزاجية متفائلة للغاية وسريالية إلى حد ما. فكر في القيام بشيء مرتجل وقم بتحليل إنجازاتك ليس فقط في الوقت الحالي ولكن أيضا طوال الفترة، وتخلص من أخطائك لتجنب العقوبات. قريبا ستجرب شيئا جديدا ومختلفا، خاصة إذا كان يتعلق بالسفر. لا تتوقع أن يأتي حل سريع لمشاكل متعلقة بخططك الشخصية بسهولة. ستجلب لك هذه الفترة الرخاء المادي. لا تستسلم للمقترحات المتهورة. كن حذرا جدا في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور ولا تخطو خطوة إلا إذا كنت متأكدا منها. هناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك. توقعات برج القوس صحيا. عليك اتباع أسس معينة لطرد الإرهاق والتعب عنك. لا تتردد في أخذ وقت حتى لو قصير ليكون بمثابة إجازة من الأعمال والضغوط العصبية لتحاول مراعاة صحتك والالتقاط الأنفاس. توقعات برج القوس للرجل. لا تتعجل على رزقك ومستقبلك كله بوقته حلو. كن صبورا فالشمس ستشرق على حياتك. فقط احتفظ بأفكارك الشخصية لنفسك ولا تبح بأسرارك، فهناك من يترقب أفعالك ويقف لك بالمرصاد. سيكون هناك دعم مالي تتلقاه بعيدا عن عائلتك. حاول أن تكون بجانب عائلتك وامنحهم العاطفة والمودة. توقعات برج القوس للمرأة.
أنت ذكية جدا، لكن هذا لا يمنع أن تستمتعي إلى الآخرين وتأخذي بنصائحهم. كوني منفتحة على أفكارهم المتجددة لأنها ستفيدك كثيرا. الحياة تزداد خشونة وصعوبة، ولكن هذا الأمر يزداد حماسة وقوة، وستجدين فرصة جيدة لاختبار قدرتك. وتذكري دائما لا يوجد ما يسمى مغامرة فاشلة، فأنت في كل الأحوال مستفيدة لأنك ستكسبين شيئا جديدا أو خبرة جديدة. أجل، هذه هي خبرة بطريقة صعبة، لكن هذا النوع لا ينسى. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. يتنبأ باقتراب وقوع مشكلة غير متوقعة وتحفزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس واعثر على بدائل. تساءل أيضا إلى أي درجة ستؤثر تلك المشكلة سلبا عليك شخصيا. من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها الحل بمفردها. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك، ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور. مهما حاولت مرارا وتكرارا كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجا جديدا. القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للموقف والمشاكل المستعصية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكانيتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك، وبدلا من ذلك استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لموقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.